الاستاذ بالعام الفرعي الجامعي. مرحبا. وكافة مشاهدين قناة القلم. انتم تو يجي بعد التسجيل اللي عملتوا عليا، انتم طلبتوا مني احدثكم على البحث العلمي، وما كانش الموضوع هو جامعة صفاقس بما فيها من مشاكل وغير ذلك، لكن للاسف ملزوم انا للدخل لاصلح بعض الامور فيما قيل حول الجامعة اللي انا سيرها، وخصوصا في النقاط اللي تهم الفساد والتعيينات والنفاذ الى المعلومة. أنا أول شيء ملومش على النقابة وعلى الزملاء باش يكونوا معناها يحاولوا باش يوريوا الوجهة الإيجابية نتاع ثورتنا، هذا أمر طبيعي جدا، لكن بطبيعة الحال ما هيش الوضعية هي نفسها بالنسبة لمن يسير، يعني مسؤول وزير ولا رئيس جامعة ولا غيره، واللي يطالب معناها ما عندوش معناها منقالة، يطالب كل وقت في كل وقت ماذا به يلقى الاجابه، لكن اللي يسير عنده المنقاله نتاع التسيير الاداري ونتاع قواعد العمل المعمول بها. مثلا فيما يخص الملف اللي وقع التلميح ليه نتاع التسيير السابق، ما نقولوش التسيير الحاضر جيد الحمد لله، لمدرسه المهندسين، في وقع الامر وقع التعامل معه بكل كفاءه من جهه الاداره المركزيه بعد ما تحت طلب المجلس العلمي نتاع المؤسسة طلبنا احنا بنفسنا من السيد الوزير باش ينظم لنا التحقيق، وقام التحقيق دام الوقت اللازم وقع فيه تقرير، التقرير المذكور معناها تحت خاتم سري هذا، وتعاملنا معاه كما يسمح بذلك القانون لا اكثر من ذلك ولا اقل، واحنا مش كما انسان يطالب، كما انسان موجود في المسؤوليه، الموجود في المسؤوليه يتعامل في اطار القانون ولو وان كان القانون سيئا في انتظار تغيير القوانين، هذه قاعده لازم تعرفها الناس الكل، ما دام انسان مسؤول يتعامل بذلك، ولذلك احنا معنا مجهوداتنا في المستوى الثاني في المستوى السياسي هي محاوله تغيير القوانين التي تسمح بان يكون معنا اكثر مرونه، وهكا وين يتنزل قضية النفاذ إلى المعلومة. نفاذ المعلومة هي معناها فيها قسط من الإجابة على السؤال هذا، لكن هي نفسها فيها كمية من الغموض، قسط كبير من الغموض. وعلى هذا الأساس بعد ما صارت معناها مطالب في الإطار هدايا وما كانتش عندها إمكانية إجابة واضحة لا من طرف خبرائنا الجهويين ولا من طرف الخبراء على المستوى الوطني، لذلك نظمنا معناها ثلاثة أيام عمل في مدينة المهدية أظن آخر السنة، وتدرسنا فيها القضية هذه، جبنا الخبراء من كل وزارة التي هم الأمر والخبراء القانونيون باش يحاولوا نفهموا النفاذ المعلوم كيف يكون ذلك، لأنه يعني مثلا ما يتخيش نفاذ المعلوم يعني واحد ماشي في الطريق يقول بلا يا سيدي ندخل المؤسسة ونسألهم يا خويا اليوم شكون ماشي يجيكم وإلا شو صرفتوا. طيب سي عز الدين، سي عز الدين هو سيد الوزير هو جاوب تقريبا على التساؤل نتاع سي محمد، مهم جدا لأنه كان يلزم احنا استدعينا الناس الكل باش يجوا يحضروا وضر بالكشف حاجة مهمة يلزمني نقولها لكم، أنه في القانون التونسي إلى يومنا هذا ما زال يطبق الأمر الآتي، أنه كل وثيقة اللي ما زالت تتداول أثناء أي بحث كان إداري أو قضائي لا يمكن بلوغها، ممنوع. بيه سي سي عز الدين كما قلت لك هو جاوب سيد الوزير، ما عطاهمش سيد الوزير بحثينا نجاوب على النقطة اللي حاب تقول عليها. اسمعني عايشكم، فيما يخص التعيينات هذه مسألة زادة نفسها تأخذ عليه قواعد عمل، معنى تنجم تكون هي موضوع جدل، واحنا كلنا كل المسؤولين في بعد الثورة يحاولوا يتحروا أقصى ما يمكن، لكن نتخيل معناها ثم اسلوب عمل معمول به، وما احناش احنا في مؤسساتنا الجامعيه ولا على مستوى الوزاره نخترعوا في اساليب جديده، تصير استشارات، والاستشاره ساعات تنجم تكون صائبه بالنسبة مرتفعة تكون صائبة بالنسبة ضعيفة، وهيك علاش بعد ما إنسان يتعين نجم يتبدل، لذلك ما فيش مشكلة، لكن احنا نتحرى والسيد الوزير راهو يستشير أنا أشهد أنه هو ما احنا نقدمه بخطى بطيئة في مواضيع عديدة لأنه السيد الوزير يكثر من الاستشارة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك سي عز الدين بعصيدة رئيس جامعة صفاقس، لكن نحب جوست نقول راهي مش التعليم العالي خاص بصفاقس كهو، يعني تعليم منظومة التعليم العالي هي تونس ككل، لكن اليوم حاضر بحنا كيما قلت أسلفت قبيلة قلت حابين تكون الجامعة العامة حاضرة
وكيف كيف يهمنا جدا انه تكون الفرع صفاقس حاضر، على خاطر صفاقس زاده تحمل العديد من الملفات وتحمل العديد من النقاط فيها استفهام، حابين حتى نشاركوها مع سي محمد وسي المنصف اللي حاضر بحضنا. حضرت لقاءك يظهر لي سي محمد عندك تجاوب مش باش نكثروا برشا خاطر باش تعديوا الجامعه الخاصه والعموميه. جست 30 دقيقه ردا على 30 ثانيه 30 ثانيه سامحني كملنا الحصه ثانيه. بالنسبه للنفاذ الى المعلومه يعني وناقشناها العديد مرات في القانون في صورة إذا كتب على الوثيقة سري فهو يمكن للإدارة التي تلقت هذه الوثيقة بعنوان سري يمكن أن ما توريهاش، يعني يمكن وأنت تقدر كمسؤول أنها شيء هذا فما يمكن ولا يمكنش، يعني في القانون ما يمنعش، ليس منع، هناك منع صريح. السيد رئيس الجامعة امتنع على باش يوري الوثيقة باعتبار القانون، لكن القانون لا يمنع وإنما يمكنه من شيء ذلك. نقول القوس هذا، لكن محمد حب حاجة، السيد رئيس الجامعة قال نظمت 3 أيام عمل في المهدية أعتقد، وإحنا استأنس فيها جديد لأنه أكثر كنا حريصين، أكثر طرف حريص على الشفافية، وحتى عملنا مطالب لرئيس الجامعة في مسائل تتعلق بالشفافية، فمات ولكن يقع إقصائنا وما يستدعوناش المسألة الوحدية. هو قال استدعينا أطراف لكن احنا ما يقعش استدعينا. نغلق القوسين سي محمد على خاطر الطلبة. لا 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 ما أنا قال استدعينا. الوزارة الوزارة الأخرى نتاع سي عبد الرحمن الأطغم هو اللي وقال نظمنا. أي ما بعث هو بعث هي بعث. طيب باش نكون صريحة معاكم من الطلاب اللي حطينا احنا كما قلت عملنا القمو الحصة، الناس تسأل اعطينا مشاكلنا كطالب، اعطينا مشاكلنا كيفاش نجمو نقدموا، كيفاش المنظومه هذه لازم تصلح في داخلها، لي موديول اللي قاعده تقرا اللي تقريبا نجمو نلقاوها فما اعاده، معناتها تقرا هوني والطالب تجي بعد عام ولا عامين، مش عام، تجي بعد 6 أشهر تقول له قريت شي هذه الحاجه، يقول لك متفكرها هو قاريها كماده كامله، معناتها هذا الخلل وهذا اللي خلينا نقولوا الفرق توا بين الجامعه الخصوصيه والجامعه العامه العموميه، شنو المشاكل اللي بينها. تخرجنا كيف كيف الطلاب اللي سالناهم على رايهم في منظومه التعليم الجامعي الحاليه، سالناهم زاد في شنو تختار الجامعه الخصوصيه ولا الجامعه العموميه وعلاش اذا كان باش تختار هذه ولا الاخرى. نمشيو نتفرجوا مع بعضنا سيد الوزير سي محمد في الروبورتاج هذايا ونرجعوا باش نرجع لك انت سيد الوزير، علاش الطالب يعني توا ولا حتى الاولياء يشوفوا انهم يقريوا صغارهم في جامعه خاصه خير من جامعه عموميه. نمشيو نتفرجوا في الروبورتاج وبعد نرجعوا. تباينت وجهات النظر حول تعليم العالي الخاص والعمومي، بين مؤكد على عدم جدية الجامعات العمومية مقارنة بالجامعات الخاصة التي تقدم جودة التعليم، وبين مؤكد على أهمية الجامعات العمومية لكفاءتها ومجانيتها. واحد من الناس تقول كان يخيروني ما بينات الخاصة والعمومية، استفي نورمال باش نمشي الخاصة. علاش؟ على خاطر الخاصة تغارانتي كما نحن نقولوا 80% الشغل من بعد ولدي كيفاش يتخرج منها. فهمتني؟ اللي نحن لهنا في المنظومة العمومية ماهوش متوفر. إيبا نرجع للبوان الأولاني، إذا كان المنظومة العمومية تولي تعمل دراسة متاع سوق الشغل بالكدا، تعرفوا شو يستحق وش ما يستحقش، حتى يولي سوق الشغل هو اللي يجري على ليفاك، مش ليفاك هي اللي تجري على سوق الشغل. معناها يولي البزوان نتاعو كما نحن نقولوا موجود في لي فاكولتي، لي سوتونوس مثلا تاع لي بروجي، تلقى لي شيف دونتربريز موجودين، تلقى كذا. علاش؟ على خاطر عارفك الإنسان هذاك قاري حاجة هو ديجا عنده في منها في المعمل ولا عنده منها في الانتربريز ولا عنده، وباش يلقاها كيف نحن نقولوا فك التلميذ هذاك مازال ما تخرجش وباش يلقاها كذا. تاتيك بون على خاطر من الاول في البريفي ما نصورش كان مشيت لهم كيما بون هيك باش نقول هكا اون ديري اللي تاتيك باهي برشا، مي اون فيت اني واحد من الناس ماذا بيا نقراهم في العاشتي باغ اكزومبل تعمل ليسونس اذا كان باش يقعد سيستيم هو بيدو سيستيم الغالط هذا، تعمل ليسونس في الاتاتيك ومن بعد كي تعمل انجينيوري ولا ماستر في البريفي، هذاك حسب رايي احسن حل. خاطر بال لي زونيفرسيتي ولي انستيتيو اللي عندنا في ليتاتيك ما تنجمش تعمل الفورماسيون تاع سيكل دانجينيور، ما تنجمش تعمل حتى شيء في الابليكي، ما تنجم فريمون ما عندنا حتى شيء، معناها ماتيريال لا ولا حتى شيء. صحيح هو تو ليتاتيك ولا ما عنده ما عادش كيما كان قبل، يعني عنده قيمه وكل شيء، ولا اكثر البريفي ولا عنده اكثر قيمه تو بالنسبه للبراتيك، خاصه حاجه سيونتيفيك براتيك يعني تو اللي راهو فيهم الكل كيما احنا قرينا الكل، دونك فما فرق. ولات البوسيبيليتي تنجم تقرا في البريفي خير لك، يعني عندك شونس اكثر باش تتعلم اكثر وباش تتبع برشا حاجات، تقرا اكثر حاجات.
والله بحكم ما احنا معناه عبيد هيك ملتزمين بالقضايا، واحد نقريو كان في التاتيك ما نقريوش في البريفي. عندنا توجه معين معين وعندنا ديولوجيا معينه نحبوها وعندنا فكر معين، فهمتي؟ البريفي ديما نحبوا احنا نتوجهوا لحاجه تدعم الاقتصاد الوطني، نحبوا حاجه بتاع تور. فما فرق ما بين البريفي والليتاتيك، الليتاتيك يعني موان سيريو كو البريفي، فهمتي؟ في البريفي سي بالطبع باش تدفع فلوس، سي بيان بيان سور، باش تدفع فلوس فما مقابل نتاع كاليتي دو ديتود وفما مستقبل وفما كذا. مي بار كونتر في البوبليك سي غراتوي. دونك لو غراتوي سي بيان سور ما نجمش يكون يعني الكاليتي تكون ساتيسفيزونت وليتوديون بيان سور يلقى حظ وانسي سويت. اخرون لهم خيار اخر عوض الجامعات العموميه والخاصه التونسيه، وهو التعليم بدوله اخرى من دول الخارج، نظرا لجوده التعليم هناك واعتراف سوق الشغل بالشهادات الاجنبيه اكثر من الشهادات الوطنيه. فاكولتي بريفي في تونس معناتها ما يعطيوش شوا كبير بارابور لي فاكولتي، معناتها بارابور لي فاكيتاتيك. دونك اذا كان باش نقريهم خايل معناتها نخرج ولدي يقرا ميدسين ولا يقرا واحد فارماسي لبرا، فهمني؟ يعمل عامين ولا ثلاثه ويرجع يكمل في فاكولتي تونسيه، يجي هوني معناتها يقرا تكنيسيان ولا يقرا باي حاجه، معناتها باش يخرج ياخذ 600 ولا 700 الف، 600 ولا 700 الف شنو باش تعمل تو؟ عرفت؟ ما تعمل حتى شيء. الجامعات الخاصه والجامعات العموميه والخيار بينهما هو مسلسل لا تنتهي حلقاته، لكن ما يهمنا اليوم هو طالب متكون تكوينا يسمح له بالدخول في سوق الشغل بقدرات تمكنه من دعم قطاعاتنا. كنا نتفرجوا مع بعضنا على الخيار بين الجامعه الخاصه والعموميه. معظم اللي على غالب سيد الوزير معناتها كيما ريبورتاج الاول كيما الثاني، معظمهم يقول لك يجيوا في يعني مش الى صف الجامعه العموميه، قالوا انه الجوده والمستقبل والمعدات والبخاتيك الكل تلقاه في الجامعه الخاصه، والجامعه العموميه انقص حظوظ. فما اللي قال زيد الجامعة العمومية فيها شعب زيد ما تلقاهاش في الجامعة الخاصة، أو كشنو؟ فما اللي قال احنا ملتزمين بالقضايا، معناتها كان توا يرخصوا في الجامعة الخصوصية ما عاد نلقاو حتى حد، كان يقعدوا كان الجماعة اللي تحب تنفع للدولة. علاش الخيار بين الجامعة الخاصة والعمومية؟ علاش الناس تمشي للجامعة الخصوصية؟ أنا شخصيا بكل صراحة لا أتفق، لا 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 أتفق مع هذا الرأي. نحن بالنسبة للجامعة السنة هذه عندنا تقريبا 195 مؤسسة عمومية وعندنا 51 مؤسسة خاصة، وعندنا مؤسسات خاصة من نوع ثقيل جدا تحت الدرس مازال ما عطيناش فيها ترخيص اللي هي فيها الأجنبي زادة. أي هذه مؤسسات يعني مقيمة في الخارج أوفشور، وهذه بالمليارات يعني مش شوية، لكن مازال ما رخصناش هذا. ثم أوقفنا في الجامعات الخاصة التعليم الطبي. ممنوع التعليم الطبي في الجامعات الخاصة. عليه لأن الطب هو يهم صحة المواطن، ويجب أن يكون تحت المراقبة الشديدة للسلطة. معناتها هنا ممكن نفهم ما عندكمش ثقة برشا في لا 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 توجه متخرجين من توجه ثقة ما عندناش. إلى حد ما قبل هذه السنة كان التعليم الخاص فيه نوع من الإفلات. السنة هذه من إنجازات هذه السنة في وزارة التعليم العالي هي أن عملنا المجلس الأعلى لرؤساء الجامعات الخاصة، وعملنا إدارة عامة تشرف على التعليم العالي الخاص، أن عنده خصوصية التعليم العالي الخاص، عنده مشاكله اللي تهمه مباشرة ما تهمش العمومي، وعنده نقائص ينتظر في حلها، وعنده منها التعليم العالي الخاص عنده أيضا علاقات بالخارج أكثر من التعليم العمومي، لأن معظم الحرفاء اللي جوا التعليم الخاص هم أجانب وليس تونسيين، هم أفارقة بالأساس. السنة هذه عندنا أكثر من 7500 طالب إفريقي في التعليم الخاص، وهناك يعني اللي يجوا من 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 الشرق الأوسط، لأن سمحت بعض مؤسسات التعليم الخاص أن تدرس بالإنجليزية، بينما في العمومي مؤسسة واحدة فقط تدرس بالإنجليزية، الآخرين كلهم يدرسوا بالفرنسية. بالتالي هناك مشاكلنا. نحن الآن بدأنا في التقرب من التعليم الخاص حتى نسيطر عليه، حتى نشرف عليه إشراف تام، لأن هو التعليم الخاص من أين يأتي بالأساتذة؟ لا يأتي من المريخ، هو يأتي بالأساتذة اللي درسوا في التعليم الخاص
من الجامعات العمومية. لكن الإمكانيات أفضل سيد وزير، ما نكروش أنه فما معدات أكثر وإمكانيات أكثر. غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح. بعض الأعمال التطبيقية وبعض التربصات تسير في مع العمومي بترخيص من العمومي. العمومي عنده الإمكانيات أكثر من التعليم الخاص في معظمه، مش كله، في معظمه له ذلك. هناك مؤسسات تعليم عالي خاص ممتازة، نعم، ولكن ليس لا يسحب هذا على جميع. مثلا أعطيك مثال، عندنا 16 مؤسسة في شبه الطبي، 16 مؤسسة في التمريض، في التمسيد، في الطب الطبيعي، في مش في الطب، في شبه الطبي، شبه الطبي، نعم. كل هذه المؤسسات تقوم بتربصات في المستشفيات، هي تحت اشراف اطباء استشفائيين تونسيين داخل في الجامعات العموميه. هناك باش نمشيو نبنيو زاد مستشفيات. اعطيني اللي تشرف على تاطير الطالب وتخرجه من موقع العمل ونكمل معاه. لحظه لحظه، كان ينجم يعمل اجراء نتاعو في مساحه خاصه، لكن اغلب التربصات عملوها في مستشفيات عموميه، مستشفيات الدوله، فهم. ولذلك حتى هذه السنه وقعت لنا اشكاليه مع وزاره الصحه أن حددت العدد نتاع الطلبة اللي تأخذهم في التربصات هذه، وقالنا إشكال كبير الآن، يعني هناك مؤسسات خذت ترسم في طلب وبعدين مش تستغني على بعض أسماء نتاع طلب بعد ما دفعوا هم رسومهم، رسوم الترسيم وكذا، يعني هناك إشكال مع وزارة الصحة العمومية. إذا أعود فأقول أن التعليم العالي الخاص لا يزيد عن التعليم العالي العمومي في شكله وكذلك التعليم العالي العمومي، لأن نحن مضطرين لتسليم كل طالب يأخذ الشهادة من التعليم العالي الخاص يتوجه للوزارة ليأخذ المعادلة منها من الوزارة. كل طالب يدرس في مؤسسة خاصة بعد الحصول على الدبلوم يتوجه إلى وزارة التعليم العالي ليحصل على معادلة هذا الدبلوم بالتعليم العمومي. ما خطر وبالتالي التعليم العمومي خطر المواطن الشغل تفرض عليه. لا لا، التعليم العمومي هو الضامن لمستوى التعليم الخاص، هو الضامن الشهادة والحصول على عمل. نعم، حتى على العمل كيف كيف نفس الشيء. وكذلك هنا مش نعرج شويه على مستوى الجامعات، نحن عندنا طلبه يدرسوا في الدول الاجنبيه كما الصومال، السنغال، كما شو اسمها اوروبا الشرقيه، بلغاريا، رومانيا، روسيا. هؤلاء اللي يدرسوا غادي، الطلبه اللي يدرسوا غادي خاصه في الطب، لان ما نجموش تحصلوا على الطب في تونس، فراحوا للدراسه هناك، عندهم المال، عندهم موجود متوفر. طيب يمشوا يدرسوا غادي، هؤلاء يأتون إلى تونس بدبلوم طبيب، هل يشتغل به في تونس؟ أبدا. كما سيد الوزير قبل أن فما جامعات اللي دبلوميت نتاعها ماهيش معترف بها من الدولة، شو مصير الطلبة اللي يخرجوا غادي؟ هذا غير معترف به، لا نعترف به. أنا أتحدث عن جامعات معترف بها، جامعات معترف بها في أوكرانيا، في رومانيا، في روسيا، في دول أوروبا الشرقية، في السنغال، في دول معترف بها. لكن عندما يعودون إلى تونس بدبلوم طبيب أو صيدلاني ليس له الحق أن يشتغل بذلك إلا أن يكمل في الجامعة التونسية ما ينقصه فيما درس في مجال الطبي وشبه الطبي وفي المجالات الأخرى. خلينا نكمل لك، والمعدل هو سنتين. سنتين يبقى يدرس سنتين ويقوم بامتحانات كتابية وشفهية وتربصات حتى يحصل على دبلوم موازي إلى دبلوم طبيب تونسي، حتى يسمح له بفتح عيادة أو بالعمل في مستشفيات تونسية. إذن يعني نحن مستوانا لا نتنازل عنه، لا نتنازل عنه. بالنسبة للجامعات غير المعترف بها، هناك قائمة بالجامعات، يعني نسميها عفوا في الكلمة، قائمة سوداء، يعني هناك جامعات غير جدية في الأمر هذا ولا تحترم، يعني فالجامعة لا نعطيها المعادلة أبدا، لا نعطيها المعادلة. بل حتى في بعض الأحيان شخص يجيب لنا شهادة من جامعة يقول هذه تحصلت عليها من الجامعه الفلانيه، نرسل للجامعه هذه هل انت معطيته هذا الدبلوم للطالب هذا ولا لا، باش نثبت ممكن يكون مدلس. ثم نزيد نثبت اكثر من هكا، نعطيك عينه من العينات التي وقعت. طالب جاب لنا شهاده من دوله عندها لغه خاصه تدرس به، فاستدعيناه وفاجئناه باستاذ من الدوله هذيك باش يتحدث معه باللغه هذيك، قلنا طيب. لا يتكلم اللغه هذيك، كيف حصل على الدبلوم هذا؟ خلينا نمشي للسي محمد باش ما عادش عندنا برشا وقت، مازال عندنا سيد اكيد. ترتيب الجامعات هذا هام جدا ومستوى الجامعات، يعني جامعاتنا، لان الان نحن بصراحه بارعين جدا في جلد الذات، نحن نسب انفسنا ونحن مستوانا كذا، مش صحيح هذا ابدا. نحن نقيم رواحنا اكثر. لا لا لا، مش صحيح،
وحتى جامعاتنا في النظام القديم مش يعني أنا كان حظها طايح. والملاحظة أنه ترتيب الجامعات هذا اللي يتحدث عليه ترتيب شانغاي عندي عليه برشا مؤاخذات. أول حاجة الساعة منجوش نقول جامعاتنا ها وجدت الحكومة الحالية جامعتها طاحت في ترتيب شانغاي، مش يعني هذا ما عندها حتى علاقة بالترتيب. لا لا لا, لا, لا هذا ما يقال في الصحافة يا أختي، هذا ما يقال في الصحافة. ترتيب الجامعات، ترتيب الجامعات لا يتم عبر أشهر ولا ترجع في سنوات يعني. ماذا أنتج من أولا وثانيا أن معظم البحوث العلمية في تونس أو عدد كبير من الإصدارات العلمية والبراءات العلمية في تونس تصدر من مراكز بحث علمي مش من الجامعات، وهذه نخسرها ما ترتبش في الجامعات التونسية وهي صرفت من المراكز التونسية. ثالثا أن هناك باحثين تونسيين يمشي يعمل شهر تربص في فرنسا وشهر تربص في بريطانيا ولا في كندا ويصدر بحث علمي يذكر اسمه واسم الأستاذ اللي الألماني أو الفرنسي ويذكر الجامعة اللي يعمل فيها، بينما كل الأموال صرفت من الجامعة التونسية فلا تذكر اسم الجامعة التونسية. رابعا رابع سبب هو أن الجامعة التونسية بعثت على أساس سياسي بحت، وبالتالي ليس لها ما زالت ما أخذتش المقومات الكاملة لجامعة كاملة. أنا أعطيك مثال يعني عندنا جامعة قفصة التي يعني أرجو أن يوم ما إن شاء الله تصبح جامعة عتيدة إن شاء الله برجالها، إن شاء الله تصبح جامعة في المستوى الكبير، لكن للأسف الشديد جامعة قفصة فيها 4 أساتذة فقط بينما كلية واحدة في المنار فيها 270 أستاذ. هذه الموازنة اللي كنت تاخذها سيد الوزير. باش نرجع لك سي محمد، وصل بينا هو سيد الوزير يحكي على البحث العلمي والاخلاليات الموجوده. يعني نحب نسالك على عندكم شي انتم كنقابه احصائيات دقيقه حول حامل شهادات الدكتوراه اللي مخولين انهم يعملوا بحوث، انهم معناتها فما برشا مشاكل قاعده صايره في مراكز البحوث العلميه، راهو فما برشا نقائص هذا قالوا هنا اساتذه وقالوا هنا معناتها طلبة تحصلوا على شهادة الدكتوراه. انتوما كنقابة صفكم ماشي في انكم تحاولوا انكم تعريوا على المشاكل الموجودة؟ شكرا. لو سمحتي في مخصوص التعليم الخاص كلمة صغيرة مثالش تعليقا على احنا تخوفنا من مش برشا سي محمد عنا من وزارة الشرف وسي منصف، انه لاحظنا في الفترة فات وعملنا حتى في احد البيانات بتاعنا كفرع جامعي تخوفنا من انه ثم نوع من التشجيع التعليم الخاص للتعليم العالي الخاص ربما يأثر على التزامات الوزارة بتأهيل القطاع العمومي، لأنه هام ياسر أنه القطاع العمومي يقع تأهيله حتى أنه ينافس. هو تو المنافسة مش في المستوى التعليم العمومي، أنا لا أتفق مع الطلب اللي يقول لك في التعليم الخاص هو خير من التعليم العمومي، يعني بالطاقات اللي موجودة حتى اللي كان الطالب يصرف أموال طائلة باش يقرأ. هم كلهم متفقوا قالوا أنه الخاص يوجههم للتشغيل أكثر من العمومي، معناتها يلقوا فرص نتاعهم أكثر. هذا حسب العباد اللي حكينا معها، هو مسألة التشغيل هي مسألة عامة على القطاعات الكل. فهمت المسألة هذه. بالنسبة للبحث العلمي وربما الطلبة أولادنا الطلبة اللي عندهم دكتوراه قاعدين العدد متاعهم يتزايد وإحنا ما عندناش على خاطر بالاختصاصات، ما أنا كل اختصاص يعني فيه العدد. ما إحنا نعرفه مثلا باللجان الانتداب عندما تعد الملفات متاع الترشح، يعني نعرفه لي إحنا مثلا قداش عندنا من حامل دكتوراه في الاختصاص الفلاني ولا العدد قاعد يزيد، معناها هو عدد كبير. نبهته من انه روخ يعني المساله المساله هذه وطرحها احد الطلبه في الملف الاولاني اللي عديتوه انه كيفاش نقرا 3 سنين وعامين ومن بعد نقعد من فرجع المساله وين، لانه ما ثماش شغل اصبح نقولها لك في حالات راه عشناها حتى قبل الثوره انه يعمل الدكتوراه ويعمل الماجستير على خاطر ما عندوش ما يعمل يعني. وفي يوم من الايام فتحت الابواب خلي العباد تعمل التسجيلات وخلي معناها على الاقل ولات الكليه كانها مكان باش تشد هك العباد هذوك على الاقل باش يعزي روحه في حكايه التصبير يصبروه معناها باش ما يحسش بك البطاله ولا. ولكن في حقيقه الامر ما شهاده الدكتوراه تفتح للمتميزين ولا شهاده الماجستير، احنا توا في المنظومه الجديده من بعد الثوره، واعتقد انه في العديد من الكليات انه وقع تحديد طاقه الاستيعاب حتى تشمل الطلبه المتميزين منهم، ومازلنا ما وصلناش. نعطيك مثل بسيط جدا بالنسبه لنا احنا مثلا في قسم الفيزياء، انا باختصاص نتاع الفيزياء يعني في كليه علوم صفاقس، يعني في السنه الفارطه والسنه اللي قبلها عندنا 30 متحصلين على ماجستير في الفيزياء في نفس القسم، والعام اللي بعده 30 يعني 60
رسالة الدكتوراه لازم يحضروها للأساتذة. كان زوز يحبوا يعملوا بحث علمي ما يلقاوش وين راه. يعني يعني أصبح تو أصبحت الوضعية موجودة وأبناء الطلبة يعانوا منها، يعمل ماجستير ما يلقاش، وخاصة تو دخلت على الخط أولادنا المهندسين، ولو بعد الدراسة الهندسية نجم يعمل دكتوراه مباشرة. تو ثم الأزمة بدأت تتحس انه عندنا ولادنا اللي عندهم ماجستير ولا عندهم الشهادة. اعطيني اهم المشاكل الموجوده في 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 يعني في بالنسبه البحث العلمي سي محمد. بالنسبه للبحث العلمي، اكبر من المشاكل اللي تعوق امام استيعاب الكم الطلب هذه هي الفضاءات. الفضاءات يشكو منها معناها لو كان تحسب في في مخبر والا في وحده بحث قداش من متر مربع مخصص بحث لتجد ارقام معناها مضحكه، معناها فهمت يعني تجد في 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 قاعه واحده ساعات تلقى 20 طالب، فهمت، واحد بجنب واحد لاصقوا يعملوا في الابحاث. معنا في ظروف هذه شفناها حتى في التعليم الاساسي راه الثانوي، معناتها اذا كان توصل لشهادات الدكتوراه وانت الدكتوراه فظيع جدا، معناتها الدكتور باش يلقى روحه في وسط الدكاتره الاخرين مش عمل حتى ثلاثه تجارب معناتها على بعضهم هذه، وخاصة وعندك مشاكل فضائيات أنك باش تحط زاد معدات ثقيلة ولا معدات ما معناها باش تحطها ما تلقاش وين. يعني ثم انفستيسمون تو السيد الوزير موجود، يعني معناها ثم العديد من المؤسسات راسلت الجامعات وراسلت الوزارة في الخصوص هذايا وقدمت مشاريع لتوسعة، ولكن إلى حد الآن لتوسعة في الـ في الـ في الأماكن المخصصة ولا يعني هذا يعاني منه الجميع. ما ثماش أستاذ باحث ومسؤول على مخبر ولا مسؤول على التأطير ما يعانيش من المسألة هذه. يعني ماهيش مسألة يعني خاصة بمؤسسة ولا خاصة هذه، مشكلة كبيرة ياسر هي بالنسبة للحاجة الثانية. هو بالنسبة للبحث العلمي يعني ثم لي سونتر دولوش معنا المراكز البحث هذوما عندهم بعض مشاكل تختلف نوعا ما على مشاكل المؤسسات اللي فيها تدريس والبحث في نفس الوقت، فهمت، الكليات خاصة في اقتناء المعدات. مقتنين المعدات ثم قاعدة تقول بالفرنسية نعرفها لموان ديزون، معنا فيش في شراء الوحدة هذه، قاعدة أرهقت البحث العلمي ياسر. لأنه بالنسبة للباحث يعرف ضرورة أي ضرورة أن هي أن هي شو اسمه لامارك معناها اللي يلزم يشريها المعد هذاك، المعدات هذيك يشريها بماركة معينة ينجز البحث على أكمل وجه. لكن عندما يصطدم بهالموان ديزون هذه تجيه تجيه لا تجيه معدات ما تخدملوش عام ولا ساعات، تجيه بعد عام ما تخدملوش شهرين ثلاثة من بعد تفسد ويقعد يلوش كيفاش يصلحها. طيب وهذا فيه تجي تربح يسيدك بربيح، معناها تجي الوزارة ولا تجي الدولة تربح. عفش نشوفوا مع سيدة نورة بوقاش، هي باحثة بمركز البيوتكنولوجيا وهي حائزة على جائزة لوريال يونسكو للنساء الباحثات في الوطن العربي. مدام نورة أهلا وسهلا بك. مدام مرحبا بك اخت مروه، مرحبا بك مرحبا بك في قناه، مرحبا بقناه القلم، ونرحب بسيد الوزير وزميل الاستاذ محمد البحري زميل في كليه العلوم بسفاقس. لا نوره نهنيوك اول حاجه على الجائزه اللي تحصلت عليها من اليونسكو. نحب نسالك سؤال تقليدي، شنو هي اهم المشاكل كباحثه واحنا لهنا نحكيوا على جائزه اللي معناتها حقا هي توسم تونس توسم النساء التونسيات، اهم المشاكل اللي اعترضت طريقك في مسيرتك للوصول الى هذا البحث؟ مع ديما نقولوا وصلنا للبحث هذا، لكن اكيد هو العديد من المشاكل اللي عرضتك باش تتمم هذا البحث. شكرا لك اختي. مشاكل البحث في تونس يعني كما تعرض لها نسمع في الاخ محمد بكري يحكي عليها هي مشاكل متعدة، وإذا كان نحب نصنفوها هي بالأساس يعني على مستويين. المستوى الأول مشاكل مادية معناها بالأساس في ناحية أن الميزانية المرصودة هي ضعيفة بالفعل، ضعيفة ولا تكاد تفي بالغرض. مثلا أنا في ميداني ميدان البيولوجيا يعني نستحق لكثير من المستلزمات والمعدات، نقوم بأبحاث ميدانية على عين المكان، يعني نحتاج الأجهزة للقيام بالعمليات المخبرية. من ناحية أخرى هناك تأخر في الصرف
في صرف الميزانيات المرصودة. يعني أنا إلى جانب أني أستاذة في كلية العلوم بصفاقس، أنا باحثة في مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس، يعني بالرغم من أنه المركز هو مركز قديم ومعروف بجهة صفاقس، لكنه يتعرض للمشاكل كبيرة. يعني أنه الميزانية تنتهي السنة، بس احنا نجم نفكر أن الميزانية تكون وصلت ولا على أبواب الوصول. المستوى الثاني من المشاكل هي اللوجستية بالأساس، بحيث أنه اقتناء المواد والمستلزمات يتطلب وقت طويل بالفعل. معناها أنا كاد ننسى أنه وقتاش أنا عديت الكوموند نتاعي وهي التوما وصلتني، نجم نتقدم أشواط في البحث وأنا ما زلت مستحقة للبنة الأولى للبحث هذية. معناها نتقدم أشواط في التفكير في طريقة البحث، لكنه الوسائل العملية التوما وصلتني. كيف كيف هناك تعقيد إداري، وهنا نستغل وجود السيد الوزير في أنه يعاوننا من التنقيص من هذه التعقيدات الإدارية والبيروقراطية. المشكلة الثالثة هي اتباع منظومة الأقل تكلفة كما كان يحكي عليها سي محمد البحري، واللي هي بالفعل تكبدنا مشاكل كبيرة ياسر. يعني أنه المركز أو الوزارة ترتقي أنه الأقل تكلفة هو الأنسب، في حين أنا كباحثة نفس الكلام اللي قال سي محمد، لكني لا تفي بالغرض ولا تعطيني النتائج. شكرا لك مدام نورة. يعني هذا يكبدنا خسائر مادية في الميزانية اللي رصدناها لها، وفي الوقت اللي تعرف الوقت من ذهب. معناها اللي واضح هذاك علاش احنا معاش عندنا برشا وقت مدام نوره، معناها اجور في النشريات العلميه الى غير ذلك. يعني عامل الوقت هو عامل مهم جدا. معناها طيب شكرا لك مدام نوره بقشه، باحثه بمركز البيوتكنولوجيا في صفاقس. كنت تسمع فيها سيد الوزير، معاش عندنا برشا وقت، نحب نخلي الكلمه الاخيره ليكم بعد تو نعرف سي محمد. البحث العلمي، مشاكل البحث العلمي، قاعدتك رصد الميزانيه تكون متاخره، انه المعدات تكون ما هيش في المطلوبة اللي تتوفر للباحثين، فماشي معناتها حاجة نجم نعملوها باش على الأقل نحميه للمراكز البحوث والباحثين اللي عندهم يحبوا يوصلوا يعملوا حاجة في البلاد. نحن في تونس سمحني تفضل. مش نزيد إشكالية أخرى اللي نتعرضوا لها العدد من الزمان، هي علاقة مع الديوانة. العلاقة مع الديوانة راهي في بعض الوقت عندنا دقيقتين هذه، وراسلنا الوزارة في مسألة نجيبك إن شاء الله. نحن في سنة 2011 بعد ما صارت الثورة، يعني السياسيين والمجتمع المدني وفي اجتماع قررنا منا أو طالبنا بإزالة الدستور أو تغيير الدستور، ولكن لم نقل بتغيير القوانين. القوانين تأتي تتغير بعد إصدار الدستور. نحن الآن نعمل في كل المؤسسات بالقانون القديم سابقا، وهذه القوانين هي قوانين معطلة بأي معنى الكلمة. أنا أعطيك مثال بسيط، هذا قانون وزارة التجهيز 91 يسموه، اللي عندما تكون عندك مؤسسة مش تبنيها، مؤسسة جمعية أو مبيت أو شيء من هذا القبيل مش تبنيها. أعطيك مثال لربما الشعب التونسي ما يعرف شهادة. سيد الوزير خلاص قولوا لي الشعب التونسي، لا هذا هام جدا، الشعب التونسي ما يعرف شهادة. عندما يكون عندك يعني المضمون المالي حاضر حاضر جاهز، وتبدأ في تنفيذ هذا المشروع من حضور المال حاضر جاهز إلى يوم الفاس يبدأ ينقر في الأرض أقل ما فيه 15 شهر حسب هذا القانون. حسب هذا القانون اللي هو معطل جدا. سيد الوزير، الحل سيد الوزير الآن الحل هو أنه يسمح لنا بتغيير القوانين، وهذا لا يتم الآن. ما يمكنش يتم الآن تغيير القانون يمر عبر المجلس التأسيسي أو عبر مجلس النواب، لأن غير ممكن في الوضعية الحالية. وزاد مراكز البحوث من الفساد العلمي، تطبيق القوانين الفعالية، كل وزير هيكلة القطاع، كل وزير مش يتجرأ باش يتجاوز قانون من القوانين حتى يسرع في 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 تنفيذ شيئا ما كما ذكر الأستاذ محمد أو ذكرت الأستاذة نورة، يعني يتحمل مسؤوليته في ذلك. يمكن أن يحاكم مباشرة إن شاء الله الإدارية. إن شاء الله عنا باش نرجعوا لمنظومة التعليم العالي في حصص أخرى، ومازلنا باش نحكيوا على البحث العلمي في تونس، مازلنا باش نحكيوا على النقاص والإخلالات. يظل برشا يطول الحديث، على غالب باش نكملوا أكثر من هكا وقتنا يحكم. شكرا لك سيد مصطفى بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كيف كيف سي محمد البحري كاتب عام لفرع الجامعة. سمحني اعتذار من الزملاء اللي لم استطع ايصال كل ما اردت ان اقول. انا وعدتكم انه باش تكون حصه اخرى، شفتوا مع تطرقنا لعديد من النقاط، لكن ان شاء الله نعاودوا نرجعوا في فترات اخرى، ومازلنا باش نرجعوا للسنه الجامعيه هذه على طول. كل مره نجدوا موضوع كنا هكا، المهم تكونوا انتم حاضرين معنا. شكرا لكم على المتابعه والانتباه، نتقابلوا معكم ان شاء الله في موعد جديد من رجع الصدى. دمتم اوفياء الى قناه القلم الفضائيه، تصبحون على خير.
الإعلام التونسي بعد الثورة من سلطة تابعة إلى سلطة رابعة، إعلام تعددي بين الانسيابية والانتسابية، كشف لخصائص المنظومة الإعلامية الجديدة بين الإبداع والاتباع، بين شبهات سلطة المال السياسي واتهامات الانتماء السياسي، استجلاء لخبايا الإعلام التونسي في متابعات عن قرب مع الصحفي المحرر صالح عطية. سوتيكا شركة للخدمات الكهربائية والتسليك والأوتوماتيكية بقدرات وكفاءات عالية لدراسة وتنفيذ مشاريعكم. سوتيكا متحصلة على أهم شهائد المواصفات العالمية. سوتيكا الشركة الرائدة في تونس وفي الخارج. سوتيكا your reliable partner in electrical solutions. الإعلام التونسي بعد الثورة من سلطة تابعة إلى سلطة رابعة، إعلام تعددي بين الانسيابية والانتسابية، كشف لخصائص المنظومة الإعلامية الجديدة بين الإبداع والاتباع، بين شبهات سلطة المال السياسي واتهامات الانتماء السياسي، استجلاء لخبايا الإعلام التونسي في متابعات عن قرب مع الصحفي المحرر صالح عطيه.